هو لما تيجي خلوني اكمل معاكم، هو لما يجي الزوج يتزنق ويجي الراجل يتزنق ترميه الست؟ لما يجي الراجل ظروفه عملت او مش مخلي بقى يا ستي لا اكتفاء مالي ولا اكتفاء جسدي، طب ما تكلميه، ما ده الحلال اللي ربنا، انت ماضية على حق الاستمتاع ليكي وله، الامر مشترك بينك وما بينه، مفيش تعملي في الحرام. في الحرام بيقول انا لما دخلت على موبايلها فاول مره كنت شفت الجروبات، اسالوني انا على الجروبات دي، وانا عامله البث ده مخصوص لبصهم للشياطين الانس والجن، شياطين الانس اللي بتقوم للست اتطلقي واعملي، انا كنت على جروبات. طب انت بعت مشكلتك سواء مشكله فراش مع زوجك او مشكله تانية اللي ما قولولي وشوره علي، الناس اللي في الجروب دولت اهل مشوره يا بنتي، دول اهل مشوره تشيريهم، دولت ناس تخدم. طب اعمل ايه؟ طب اتطلق؟ طب اسوي؟ طب اعمل؟ طب ويشيخ ولا ولا، والدنيا تهيج عليها في الكومنتس وينصحوها بخراب البيت وبكذا وبكذا وبكذا، دول مش اهل مشوره. هي واحده ست زيها زيك انضارت زيك، حزينه ومحصوره عليكي، فبتتكلم بمشاعر، ولكن مش بالحكم السوي المتزن العاقل الرشيد من ذوي الخبره الثقه المؤتمن. لا انا دخلت على جروب رجاله بتاع اللي بتاع، مش انا اللي دخلت، هما اللي بيدخلوني جروب ازواج، والراجل اللي كان صاحب المشكله كاتب له الدكتوره خش رد عليهم، دخلتك عشان تخش ترد عليهم. راجل بس بيقول عايز يجيب لزوجته هديه، يا جماعه كذا وكتر خيرها وكذا، يا اختي مش عايزه اقول لكم على ما لاقاه كومنتات 3000 كومنت ليه؟ وجيب لها هديه ليه؟ واتمرح عليك ليه؟ ومش عارفه ايه، وارجع وانشف واديها عشان ما تعودش واعمل. طب الراجل ربنا هديه. ودخلات بقى التاني، الحمد لله ما شفتش ثلاثه من جروب، ما رضيتش اشوف اي حاجه تاني، لان انتوا عارفين النصايح اللي على جروبات الرجاله عامله ازاي، ومعظم الكلام خايط في سكه. جروبات النساء المحترمين ده هم معروفين، مش عايزين نقول اساميهم ولا الكلام ده، خليهم على نفسهم محترمين. وفي الجروبات التانيه وموجودين، انا بقول لكم اهو موجودين، وانا مسؤوله على الكلام ده قدام ربنا، وانا حججتهم امام ربنا يوم القيامه. اللي تفسد امراه على زوجها، اللي تفسد امراه على بيتها، اللي تفسد وهي في بيتها ما بتعملش كده وتنصحك بالغلط، هي في بيتها بنتي ما بتعملش كده صدقيني، وتنصحك بالغلط، وتبقى هي قاعده في بيتها مرتاحه وانت اللي خربتي على نفسك عشان سمعتي من واحده غير مؤتمنه. دي غير مؤتمنه اللي بتنصحك دي، وتقول لك اعملي، واحده تقول لك تاني انا انتقمت منه في شرفه، انتقمت منه في شرفه، ده انت اللي هتتجابي كده اهو متجرجره يوم القيامه لو ما تبتيش. وازاي ازاي ازاي تنتكس الفطره لدرجه ان الواحده تبقى متزوجه وتسمح لنفسها ولا لعرضها ولا لشرفها ولا لكرامتها يبقى تبقى مع واحد تاني؟ ده علامات الساعه يا بشر. يعني احنا كنا بنقول للراجل اللي بيشيط والراجل اللي بيخون والراجل او راجل ومحتاج يقف مع نفسه ومبهدل، مش عشان هو حلال له وحش، لا الاثنين سيال، الاثنين حرام. ولا تقربوا، قال كده ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لما واحده تبقى في مجتمع، وده اسمه الايه؟ اسمه ايه؟ الوعي المجتمعي، ان انا بعمل حاجه، هي في قلب جروب كله كده، كله خونه، كله نساء بتخون، كله كذا كله كذا، الا ما رحم ربي هي فبقى عادي، عادي بالنسبه لها انها تعمل حاجه زي كده، وبينصحوها بحاجه زي كده. اتقوا الله، محدش يقول كلمه يخبب بيها امراه على زوجها ولا يخرب بيها عليها بيتها. اتقوا الله يا نساء في النصايح وفي الكلام. الناس اللي بتقول لا ده مش حقيقي وفي كذا وفي، طبعا في الاصيل مش حقيقي، ده نقطه يعني انا واحده من الناس بيعرض عليا اسود من كده. يعني هي كانت بعتت تستفتيني في امر ان هي حامل من سفاح من واحد، وحملت وزوجها اما نسبت الولد الحمل لزوجها، فبتقول يعني هو حرام ان انا باكله من فلوس زوجي بصرف عليه من زوجي؟ قلت لها تعالى حركتي، حرام ايه؟ تعالي هنا. هو انت بتسالي على ده ومش سأل ان ده اصلا حمل من سفاح؟ يعني هي دي النقطه اللي مضايقاكي؟ ده كلام
والتانية اللي خلاص وسط وقتلت نفس علشان ما عرفتش تداري والدنيا وحصل حمل وهكذا. فيا بنت يا جماعة الله يصلح حالكم يا جماعة من فضلكم، الأمر ده محتاج انتباه ومحتاج حزم ومحتاج الرجالة خايفة. ده كان الأول النساء خايفين والبنات خايفة من الجواز ويطلع ومش عارفة يحصل ويبقى مش كويس ويبقى ويحصل. ودلوقتي بقى الأصل إيه؟ إن البنات هم اللي إن الرجالة هي اللي خايفة من الجواز. تقول لك لا، يقول لك لا أنا ما كذا، أنا عايز واحدة بتخاف ربنا. أيوة خدها تخاف ربنا، مش تاخدها وعايز شكل ومنظر واعملي وطلعي القصه ومش عارفه اسوي ايه وامشي ايه وتقصعي وقعدي عادي في وسط وكلمي المدير بتاعي واعملي وسهلي لي وتسمح لها باختلاط وتسمح لها بتاع وانت عارف واخي، وتقول لا انا عايز حد مختلف. ازاي يعني؟ خدها صاحبه خلق ودين، خدها اسال عليها، اسال عليها مره واثنين وثلاثه واستخير ربنا بقى، لانها خلاص بقت مش بطيخه، ده بقت حديده والله اعلم باللي جواها. الا من يعلم علام الغيوب الله عز وجل، فانت تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. هي الاستخاره كده وكله بقى ونصيبه. يعني الامر ده محتاج فعلا دعاء من ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج فعلا ان احنا نبقى حاطين نصب عيننا كده ان ملناش خلاص في الدنيا في الوقت اللي احنا فيه في زمن الفتن ده الا ربنا سبحانه وتعالى.